شايفين النضارة دي تقيلة قوي على مناخير وتخينة قوي. ياه نظرك ضعيف جدا. نظرك كام؟ نظرك 12 15. اه يا دكتور اعمل لي ليزك. اوعى تفكر ما ينفعلكش الليزك، بالعكس انت بنعمل لك حاجة تانية خالص اسمها زراعة العدسات، وده نوع جديد خالص في تصحيح الابصار. اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم طبيب مصر. النهارده وزي كل مره هقول حلقتنا مختلفه، بس هي مش مختلفه ومتميزه وبس، لا دي كمان من دواعي سروري وشرف لي ان يكون مشرفني ومنورني قيمه طبيه وعلميه زي اللي هيكون ضيفنا النهارده ان شاء الله. على مدى 19 20 حلقه من برنامج طبيب مصر قدمنا لكم العديد من التخصصات مع اطباء متميزين، اطباء متفوقين بيهمهم في الاول وفي الاخر مصلحه المريض. النهارده يشرفنا ويسعدنا ان ينورنا ويكون معانا الدكتور محمد يسري المنياوي، استشاري طب وجراحه العيون مركز الطب العالمي، استاذ مساعد الاكاديميه الطبيه العسكريه، دكتوراه طب وجراحة العيون والليزر جامعة القاهرة، عضو الجمعية الرمادية المصرية، عضو الأكاديمية الأمريكية للعيون والليزر، حاصل على وسام الطبيب المثالي من نقابة الأطباء المصرية عام 2003. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا اميره، من كتر ما انا متشرفه بوجودي مع حضرتك لاول مره فعلا، ما اعرفش اقول ايه. ميرسي، شكرا لذوقك. انا يعني مقدمه اتمنى ان اكون استحق جزء منها مش كلها يا كمان، يعني ده شرف كبير جدا مني، وميرسي جدا لذوقك. يعني نورتنا وشرفتنا يا دكتور، وفعلا من دواعي سروري وشرفي وجود حضرتك. شرف ليا يا فندم، شرف ليا بكون موجود في القناه ومع حضرتك طبعا. ميرسي جدا ليك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. عايزين نتكلم في البداية عن يعني ايه عملية تصحيح الإبصار. كويس. مشكلة ضعف الإبصار هي المشكلة الرئيسية في الموضوع، يعني أنا عندي ضعف إبصار. أول حاجة في الموضوع كله إن أنا عاوز أشوف. فكانت النظارة. بعدين في أنا بتكلم مرضياً، مش هتكلم في مرحلة إن أنا متضايق من حاجة فأنا عايز أصلح حاجة. تمام. أنا بتكلم طبياً بحت. تمام. انا بلبس نظاره عشان اشوف. طيب في مقاسات النظاره بتاعتها صعبه او اصلا ما ينفعش يلبس نظاره، فاتجهنا للعدسات اللاصقه. طيب في جو زي جو بلادنا او في طريقه تعامل او بعض الوظائف ما ينفعش معاها العدسات اللاصقه، او بعض العيون في مشاكل العدسات اللاصقه. ابتدينا نفكر في ان احنا من غير لا نظاره ولا عدسات لاصقه. والمشكله دي بدات من زمان قوي، يعني بدأت مثلا أول ناس ابتدوا فيها واحد اسمه لانس، كان ابتدى سنة تقريبا 1960 أول واحد فكر، وكانت اللي هي التشريط بتاع القرنية اللي يمكن نفتكره زمان، كان يروح عند الدكتور ونشرط القرنية علشان خاطر نصحح الإبصار. وكان في ناس كتيرة جدا عايشة منها. والحقيقة أنا في بداية شغلي شفت ناس عاملة بالفعل تشريط للقرنية. طبعا دي عملية ما بنقدرش نحدد فيها ازاي نصحح قد ايه، بنعتمد على خبره الجراح ولمسه ايده. وطبعا اي حاجه بتعتمد على الانسان بتبقى قابله للتغيير من واحد لواحد، وبالتالي هي عمليه تقريبا خلاص هي وقفت في الطب
من التسعينات. طب حضرتك تكلمنا يا دكتور عن التطبيقات الحديثة في عمليات تصحيح الإبصار. تمام، هو هنا يرجع لي نقطة أساسية. تصحيح الإبصار اللي الناس كلها عارفاه اللي هو تصحيح الإبصار على قرنية البني آدم. البني آدم الجزء الانكساري بتاع العين حوالي 60 دايوبتر، 40 منهم في القرنية و20 في عدسة العين. إذا أنا لسه عندي تلت قوة الإبصار أو تلت قوة الانكسار بتاعة العين متمركزين في عدسة العين، وبالتالي خدت قرنية العين الشغل الأكتر، لأنها أولا سيرفس من بره مش هدخل جوه العين، ثانيا الليزر سهل لي جدا كتول إن أنا أشتغل على سطح العين أو القرنية بتاعة العين. فإحنا ابتكرنا كتير جدا من العمليات، بدأت يمكن من التسعينات وكانت التصحيح السطحي، وبعد كده جه الليزك، بعد كده جت تطبيقات جديده، وبعدين لما دخل الفيمتو ابتدينا ندخل اساليب وتكنيكس جديده لتصحيح الابصار بالليزر للقرنيه، لان عدسه العين ده حاجه لوحدها بشغل تاني خالص نتكلم فيه لاحقا. يعني امتى يا دكتور عمليه تصحيح الابصار تكون مهمه ومطلوبه؟ كويس، احنا هنتكلم طبي وبعدين نتكلم زي ما اتفقنا للناس العادية. أوكي. واحد عنده عين ناقص 5 وعين صفر او ناقص 1 هلبسه نظارة ازاي؟ مش هيعرف يلبس نظارة، لو لبس نظارة مش هيشوف. فالحل البديل بتاعه البسه عدسة لاصقة. اوكي يا دكتور انا متضايق من عدسة لاصقة، خصوصا لو راجل مثلا او طبيعة العمل او 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 عنده مشاكل او الاهتمام بالعدسة محتاجة اهتمام كبير. يبقى بالتالي انا بفكر اعمل تصحيح ابصار، ده حل، هو الحل الاوحد، لانه عشان يشوف لازم اعمله العمليه. والحقيقه العمليه متصممه عشان الناس الكاتيجري ده او المجموعه دي من الناس بشكل اكتر من الناس العاديه، اللي هو انا النضاره مضايقاني عايز اقلعها. بالظبط، لا ده الكاتيجري الاصلي، ان انا عندي مشكله في النظر ما تتحلش غير ان اعمل له تصحيح ابصار. اتفضل. طب هل العمليات دي امنه يا دكتور؟ طيب هي القصه كلها يعني ايه امان ويعني ايه خطوره. استأذن حضرتك بس أواجه عناية مشاهدينا الكرام إن إحنا معانا فيديو بيوضح على الشاشة عملية القرنية. تمام، اتفضل حضرتك. ده فيديو مبسط خالص بنشتغل عليه، بيبين خطوات إحنا شغالين على القرنية بتاعت العين. والحقيقة هو ده الفيديو ده تقريبي، ولكن ليس يعني، لأن حضرتك عارفة التصوير بيبقى أكتر دقة على فوق العمليات، ولكن أنا حابب اهتم قوي بالبيشنت برايفسي، فما بحاولش اصور عيان الا لما اكون واخد الاذن منه. فاضطرينا نبص على التصوير اللي هو الانيميشن. يعني نرجع يا دكتور لسؤالنا، هل العمليات دي امنه؟ ما احنا بقول لحضرتك احنا السيفتي هو اللي خلانا نتكلم. احنا ايه الضرر، يعني ايه امان، ايه معدل الامان وايه معدل الضرر. اولا تصحيح الابصار كعمليات نسب الخطورة بتاعتها أو نسب المضاعفات بتاعتها توصل لحوالي 1 في 1000، يعني تقريبا 0.5% أو حاجة كده، 1/10. ده نسبة أمان عالية جدا جدا بالنسبة صغيرة بالنسبة للعالم كله. هي القصة بقى الأمان من إيه؟ هو ده السؤال المهم. أنا خايف يا دكتور من إيه؟ أنت خايف من إيه؟ لو أنت عرفت بتخاف من إيه يبقى أنت هتعرف تاخد بالك، وبالتالي هنقدر نعمل نفيد حضرتك. امان لا قدر الله اللي في دماغك ان انا بقول عينها تروح، لا ده عشان اوصل لده ده اقل من 1 في 1000. تمام. امان ان لا قدر الله في كارثه حصلت في عينك، لا انت كده يبقى احنا يعني النسبه اقل كمان من 1 في 1000 ده. ولكن امان بمعنى ايه؟ انا يا دكتور بعد 10 سنين ممكن البس نظاره تانية، انا يا دكتور حصل لي التهابات او عدوى، انا يا دكتور حصل لي خبطه في عيني، ف انا يا دكتور داخل اعمل مانوفر تاني فقال لي سمك القناه بتاعك قليل. فهو ده الامان اللي احنا بنتكلم فيه. انما ايه الحاجات اللي يحصل؟ ممكن شويه التهابات بتحصل والحمد لله بتريتد والدنيا تبقى كويسه الا في النسب القليله احنا الحد بتاعنا. يحصل لا قدر الله بعض الحالات، وده كله عشان بس ما اقلقش الساده المشاهدين، كل ده حله حاجه واحده، الاختيار الدقيق والفحص الجيد للمريض. انا بقول العملية دي مش شطارة الدكتور، العملية دي طبيب عارف يختار المريض بتاعه. يعني مش كل واحد معدي، يعني مش المريض هو اللي اختار الدكتور، لا خالص. ليه؟ المريض جاي
هو انا اعملي كذا. هو انت مش داخل بوتيك تختار من على لا اكيد انا رايح لدكتور لي الحاجه اللي انا عايزاها. لا انت جاي انا افحصك اشوف عينيك يسمع لها وبعدين نتناقش انت ينفع معاك كذا او ينفع معاك كذا. بناء على هذا الكلام نبتدي يبقى الحوار بتاعنا. يعني حضرتك لكل نوع عمليه بتختاري المريض بتاعها؟ طبعا يعني ده الكل لازم ده لازم. هو جاي ليه؟ تمام. طب هل يا دكتور الحاله الصحيه وعمر المريض بيحدد نسبه النجاح او قوه الابصار بعد العمليه؟ ده كلام ده سؤال ممتاز جدا جدا جدا. يعني في ناس كتيره جدا بتجازف. يعني سمعنا ان اطفال بتعمل تصحيح ابصار ودي كارثه من الكوارث الممنوعه طبيا وقانونا وعلميا. بل ان اساتذتنا في الجامعه الرماديه والمصريه عاملين كذا اجتماع لسه مؤخرا في القصه دي لان احنا كدكاتره ابتدينا نقول احنا عايزين نعاقب نفسنا. الدكتور اللي مننا هيعمل هذه العمليات في دون السن المناسب احنا كجامعه رماديه هنعاقبه. جامعة رمضية الدكتور محمود اسماعيل دكتور احمد العشري واساتذتنا كلهم عشان ما انساش حد كلهم اساتذه افاضل خلاص طبعا يعني يعني ما شاء الله خدنا خطوات جديه. لازم يا جماعه خلاص كفايه كده. مش ما ينفعش ان انا اسف اقولها ان الاعلان وليس الاعلام الاعلان يخليني اغامر بالاطفال. لان احنا متفقين القانونا هذه العمليه قانون طبيا يعني القانون طبعا بيطبق طبي ولكن 18 سنه اوكي يعني ما اقدرش اعمل عمليه تصحيح قبل 18 لطفل سنة. او لا قبل 18 سنه ده ممنوع تماما. تمام اوكي. بس ال 18 سنه دي كلمه مطاطه. يعني ايه؟ طب حضرتك النهارده اول مره تشرفيني في العياده وانا شفت حضرتك النهارده وانت عندك 18 سنه. هو مش من تاريخ الميلاد اوكي تمام. فاول مره اشوفك ما اعرفش الحاله اوكي. مقاسات حضرتك النهارده كذا اوكي يلا بينا بكره. انا ومعظم الاساتذه اتفقنا لا على الاقل اعمل ثلاث زيارات على مدار ست شهور ولا حاجه واعمل ريتشك والله الدنيا ثابته معايا اوكي ابتدي اتكلم ونبتدي ناخد القرارات. لكن لسه اول مره اشوفك تاني يوم اعمل لا طبعا لازم اطمن على الحاله اللي معايا. فده مهم بالنسبه لنا. ده بالنسبه للحد الادنى. الحد الاقصى بقى لا انا ما عنديش حد اقصى ولكن مع السن الكبير بتظهر حاجات زي المايه البيضاء او ما شابه. طب ما هي المايه البيضاء يعني عدسه العين انا هغيرها ما ده نوع من انواع تصحيح الابصار. يبقى انا كده كاني عملت تصحيح ابصار بس بطريقه ثانيه اللي هي عمليه المايه البيضاء. طيب لو هو ما عندوش مايه بيضاء اوكي اعمل لك تصحيح ابصار بالطرق العاديه بالليزر عادي جدا ما فيش مشكله يعني. طب والحاله الصحيه يعني في امراض معينه سواء كانت امراض مزمنه او غيره بتعوق حضرتك للعمليه؟ طيب احنا هنقسمها لحاجتين، حاجات خاصه بالعين وحاجات بره العين. اوكي. في جوه العين القرنيه المخروطيه، دي يعني احنا بنسميها البعبع اللي بيستخبينا في كل حته. لازم نخلي بالنا وندور عليه عشان المريض بتاعنا، عشان كده كل فحوصاتنا بتتمركز حوالين القرنيه المخروطيه، حتى لو في شك في قرنيه مخروطيه بنوقف نقول له اسف هنشوف لك طريقه ثانيه للمتابعه بتاعتك ونركز اتجاهنا مع القرنيه المخروطيه. يبقى ده بالنسبه للعين. باقي الحاجات بنسميها ريليتيف كنترول انديكيشن، يعني حاجات لو قدرنا نتحكم فيها ونسيطر فيها خلاص اوكي نعمل لك تصحيح ابصار. ما عنديش حاجه تمنع قوي او نختار تكنيك يفيد هذه الحاله. ده بالنسبه للعين. اما بالنسبه للجسد فتقريبا ما عنديش موانع الا الحاله الصحيه العامه اللي هو تعبان مش هقدر اعمل لك. يعني حتى السكر عالي شويه فنظبطه الضغط الطبيعي. لا هو السؤال بقى هل الست الحامل او اللي بترضع تعمل ولا ما تعملش؟ هو ده السؤال اللي الناس كتير بتساله. الحقيقه كل الدوكيومنتيشن بتقول اتس اوكي سيف ما عنديش مشكله. الليزر عباره عن ضوء فانا مش قلقان لا على البيبي ولا على الام. الحقيقه انا كنت عملت ريسيرش في 2003 2004 لقيت ان في ليتريتشر او في بعض الكتب يعني قالت لا والله احنا مش سيف 100% ورمت بذره الخلاف والموضوع خد نيجوشيشن. صحيح هو حتى الان عالميا المتعارف عليه ان مفيش مشكله ولكن انا من وجهه نظري لما بيجي لي حد بيقول لي برضع او بيقول لي انا او بالتحديد حامل اكتر بقول له طب ما ايه رايك نستنى لغايه لما مش هنفرق قوي نعدي المرحله دي لغايه لما اطمن عليه خليني في الامان. انا دايما احب السيفتي عندي رقم واحد في الاختيار. تمام.
طب سؤال بقى ممكن يبقى سؤال كوميدي شويه، ليه معظم دكاتره النظاره لابسين نظارات؟ بص اقول لك على حاجه، انا في ناس مره دخلت على البيج بتاعتي هاجمتني، وانتوا 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 وانت بالراحه بالراحه بالراحه، هو احنا بنعمل ايه؟ انا بقلعك النظاره بس. تمام. انا ما علقتش عينك. اوكي. بمعنى ايه؟ الناس فاهمه ان قوه الابصار او او قوه النظر بتاعت العين هي عباره عن النظاره، عمل ده خلاص انا عيني رجعت سليمه. لا ما حصلش خالص خالص خالص. هو المركب بتاع العين، افترض افتراض جدلي، عيان جاي لي ناقص 6 ناقص 7 وعينه سليمه وكويسه وكل حاجه، المركب بتاع العين هو ناقص 6 او ناقص 7 مش هعمل عنده حاجه، العصب قوته بتاع ناقص 6 بتاع ناقص 7 مش هعمل عنده حاجه. طب هو بيشوف بالنضاره 6 9 ما يتوقعش اني بعد العمليه يشوف 6 9 سوري 6 6 هو هيشوف 6 9 هيشوف 6 9 مش هقدر ازود له لان هو قدرات عينه كده. اذا انا كل اللي عملته قلعت النضاره بس، ده اللي انا عملته. طيب طب قلعت النضاره دي، تعالي بقى ناخدها، انا بقلع النضاره ليه؟ انا مش عاجبني شكلي. طب انا مبسوط تمام، طبيعه العمل بتاعتي لا تسمح لي ان انا اعمل عمليه، او انا بحتاج النضاره اكتر او انا ما بحتاجش النضاره حسب. انا هقول لك على حاجه لطيفه جدا ومشهوره جدا وقلتها مره في انترفيو يعني. في احد الاعلاميين مشهور جدا دون ذكر اسماء عمل ليزك، بيطلع بنضاره حاليا بعد الليزك بعد العمليه، فريم فاضي. فريم فاضي عشان هو شكله، هو اتعود بالنضاره واتعود على شكله بالنضاره، هو حابب شكله بالنضاره. لابس فريم فاضي من غير ازاز، لان انت عارف الازاز كانك قللت الضوء بيبان. لا لا هو فريم فاضي، انا بحب ده يعني. فهمتيني ازاي؟ تمام. فانا مش متضرر من نظارتي، اعمله ليه؟ لكن لينا زمايل شخصيا عاملين، اولادهم عاملين، زوجاتهم عاملين، ما فيش مشكله. هي القصه تاني ما هواش علاج، فانا طب ما هي لو هي كده اعملها لكل الناس. صحيح. انا بقول بنقي العيان. صحيح. ده الاساس الكلام، ان انا اختيار المريض هو اساس العمليه. مش كل واحد معدي يلا بينا. تمام. فهي عشان كده انا ما عنديش، انا مرتاح مع اللايف ستايل بتاعتي بالنضاره، انا انسان الدنيا بتاعتي كويسه بالنضاره، انا شكلي كويس بالنضاره، متقبل شكلي بالنضاره. واي نوت واي نوت. طب امتى يا دكتور حضرتك المريض يلجا للنضاره، وامتى تقول لا لازم عمليه جراحيه؟ طيب احنا رقم واحد عندي العيان دخل النهارده شفت عنده ضعف ابصار، خارج من عندي بقرار. طبعا بنضاره، ده اول حاجه. ما مش هفكر في حاجه ثانيه، بيخرج بالمقاسات، مش هفكر في حاجه ثانيه. بعد ما نخلص دي ويلبس واتطمن عليه نبتدي نتكلم. ده تمام. بالنسبه لواحد ما لبسش قبل كده نظارات، يعني ايه ما ينفعش اقول ذا سادن كده، انا النهارده انت حاجه جايه ايه ده انت ناقص 3؟ طب اقول له طب بص خد نفسك، البس لي دي ولو شهر، خلي عينك تصحى. انت عارفه بيحصل ايه بالظبط؟ عارفه تخيلي حد خد دور برد 15 يوم 3 اسابيع نايم في السرير والنهارده بقى كويس، بقول له اتفضل قوم يلا ارجع لحياتك العمليه. بيتعب ما يقدرش، لان عضلاته ريحت، جسمه ريح، محتاج فتره نقاهه، عايز يفوق. هياخد تدريج. هي نفس الفكره، العين مريحه بقى لها سنين، عايزني في لحظه تك تك. هو ده اللي حصل معايا، انا نظري ضعيف وده اللي حصل معايا. هنرجع تاني نطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نكمل حلقتنا. شكرا. شايفين النضاره دي تقيله قوي على مناخيري وتخينه قوي؟ ياه نظرك ضعيف جدا. نظرك كام؟ نظرك 12 15. يا دكتور اعمل لي ليزك. اوعى تفكر ما ينفعلكش الليزك، بالعكس انت بنعمل لك حاجه تانية خالص اسمها زراعه العدسات، وده نوع جديد خالص في تصحيح الابصار.
ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، ويشرفنا ويسعدنا ان انا اجدد الترحاب بالدكتور محمد يسري المنياوي، استشاري الطب وجراحه العيون، مركز الطب العالمي، استاذ مساعد الاكاديميه الطبيه العسكريه، دكتوراه طب وجراحه العيون والليزر جامعه القاهره، عضو الجمعيه الرماديه المصريه، عضو الاكاديميه الامريكيه للعيون والليزر، حاصل على وسام الطب المثالي من نقابه الاطباء المصرية عام 2003. أهلا بحضرتك مرة تانية يا دكتور. أهلا بيك. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن العمليات وعمليات جراحات تصحيح الإبصار، هل ممكن بعد العملية يرجع المريض يفقد جزء من قوة البصر؟ إجابة السؤال اتقالت ضمنيا تاني، اختيار العيان الجيد هيخفيني برضو اللي بيحصل ده، لأنه بيتبقى عندي الموضوع ده بيجي على شقين أو بيجي بطريقتين. عيان كان ناقص 8 او ناقص 9، رقم كبير كويس. سمك القرنيه بتاعه انا لازم اسيب سيفتي معين، ما ينفعش عشان اجيبه 100% اتعداه. فانا ممكن اتفق مع العيان ده، لا انا هخليك تلبس بعد العمليه نظاره ناقص 3 او ناقص 4، انا بلان لده من قبل ما نخش عشان اسيبه في السيفتي. طيب في نقطه، العيان ده الحقيقه كان ناقص 9، فهو لما كان يقلع النظاره ما بيشوفش خالص. بعد العمليه هو بقى ناقص 2 ناقص 3، لسه مرحله العين بتتكون، شايف مبسوط، ده بالنسبه له حاجه طبعا رائعه. هو قعد 3 شهور 4 شهور، الله انا نظري قل، لا هو ما قلش، انا سايبه. انا ده بلان بتاعي من الاول، ان انا مش هقدر اخليك 100%، ده في خطوره على العينه. في عيان تاني بقى هو فعلا بلان بتاعه كان ناقص 2 ناقص 3، اوكي كومبليتلي 100% نتيجه حاجه خاصه بهذا المريض. بيحصل حاجه اسمها ريجريشن. الريجريشن يعني ايه؟ العين نفسها تقل في قوه الابصار. احيانا بيبقى ليها اسباب ممكن نخلي بالنا منها ونمنعها، بمعنى سن المريض، يعني لو كان في مرحله تغيير عشان كده قلت لك بستناه لغايه لما تتم تماما ان المقاسات بتاعته ثابته عشان ده اللي بشتغل، يبقى اختيار العيان برضه تمام. أوكي. يبقى بالتالي مش هيحصل ان شاء الله. حاجات نادره صح في بعض التكنيكس لبعض الحالات بيحصل بلج او ضعف في الجزء الخلفي للقرنيه، وده ساعتها بحتاج اتدخل عليه، ودي حاله هي دي اللي بقى ضمن الواحد في الالف اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام. وبنلجا بعد كده ان احنا نتدخل جراحيا تاني. اتدخل بناء على الحاله. يعني في عيانين بعمل اللي اريده. اوكي بدخل تاني، اهو عنده سمك القرنيه يسمح، وادخل تاني ازود الجزئيه الباقي، لان انا بدي جرعه ليزر منتقاه بطريقه معينه بتكنيك معين مع الجهاز بتاعنا، وكل ما كان الجهاز ادفانسد وكل ما كان التكنولوجيا عاليه كل ما احنا ادينا جرعه مظبوطه للعين. بس احنا في الاخر زي بدي بالدواء لبني ادم يجيب تاثير، بدي نفس الجرعه لبني ادم تاني ما يجيبش نفس التاثير المطلوب، التاثير المطلوب اللي حضرتك عايزه، فاحنا بنبدا غصب عننا فده بنعمله ممكن نزود الجرعه، هي نفس الفكره بس احنا بناخد اوت كام بتاع عيان، فلو احنا محتاجين بندخله تاني، فده بنسميه ريدو. لا في عيان تاني، لا هو مش كده. تمام. معانا مداخله من استاذ عمرو الشامي. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء النور يا فندم. اتفضل حضرتك، الدكتور مع حضرتك. اتفضل يا استاذ عمرو، قول سؤال لحضرتك. الو. اتفضل يا استاذ عمرو، قول سؤال حضرتك. ايوه الكل. ايوه دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا فندم. استاذنك انا كنت عايز اسال عن الميه البيضاء. تمام. عمليات الميه البيضاء. تمام. هل هي بتبقى يعني في ليميت معين الحد الانسان بيوصل له لازم يعمل العمليه، وهل هي ليها بديل، وانواع العدسات ايه اللي ممكن تركب؟ تمام. وهل هي بعد فتره معينه بترجع العمليه تتعمل تاني ولا لا؟ تمام تمام. شكرا يا دكتور. اشكرك يا استاذ عمرو. اتفضل يا فندم. هو استاذ عمرو بيسال على عمليات المايه البيضاء، بيتكلم على امتى اعملها وايه فرق ما بين العدسات وايه امتى وهل ممكن ترجع تاني. يعني ايه ببساطه جدا عدسه المايه البيضاء؟ العين بتاعه الانسان كاميرا، العدسه بتاعه الكاميرا هي عدسه العين. تخيلي عدسه الكاميرا خربشت، فقدت جزء من شفافيه الصوره اللي داخله او اللي خارجه من الكاميرا دي، هتبقى صوره مش جيده. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع عدسه العين لما بتبتدي مع معظم الناس اللي هنتكلم عليهم، اللي هو هنقول اسمها، هي اسمها غريب شويه يعني بيضايق بعض الناس، بس هي
هنعديها يعني، اسمها كاتاراكت شيخوخية. يعني ايه شيخوخية؟ مع السن. كويس، بتيجي في سن صغير، اه ليها اسباب اخرى، اه هنخليها باي ذا واي لان دي ممكن تبقى ليها قصه لوحدها. لكن احنا هنتكلم، هي كلهم في الاخر عتامه في عدسه العين. عدسه العين فقدت الشفافيه بتاعتها، تمام، وبالتالي الصوره بتاعه العين طبعا ما بقتش كويسه. كويس، احنا بنقسمها لاربع مراحل. المرحله الاولى غالبا المريض ما بيشتكيش منها او ما بيعرفهاش، تيجي يقول لي الرؤيه القريب ما بقتش كويس بالليل، انا مش مرتاح، وغالبا الدكتور اللي بيكتشفها. من المرحله الثانيه المريض يحاول لا انا مش مرتاح مع نظارتي، وبيروح للدكتور وللاسف يغير النظاره. وفكر كده ان هو عمل حاجه لطيفه. وهقول لحضرتك يعني مثال امبارح حصل معايا في العياده. المرحله الثالثه والرابعه الحقيقه بتبقى مراحل اكثر خطوره، لان الثالثه دي بنقول عليها الميه البيضاء او العتامه زادت قوي. يعني ايه عتامه زادت؟ يعني عدسه العين تقلت، يعني عدسه العين كبرت. يعني تبتدي نخش فيما ما هو المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة المضاعفات. سواء أثناء الجراحة أو أثناء المريض نفسه غير جراحة. فإحنا بنتكلم، أنا دايما أحب العيان بتاعي ما يعديش المرحلة الثانية. يعني طول ما أنت في المرحلة الأولى الثانية، طب يا دكتور أنا عندي مية بيضة، طب بنعملها إمتى؟ أقول لا أوكي الشهر الجاي. لا الشهر الجاي عندي فرح، الشهر اللي بعده مش فارقة معايا، معايا وقت. إنما لو مراحل متقدمة يلا ما نتأخرش. تمام. طب تكملة السؤال، هل في مضاعفات؟ اه طبعا. ما انا بقول لحضرتك لو احنا استنينا مرحله المضاعفات عدسه العين بتكبر وتتقل. احيانا العدسه العين لو هي تقيله مع بعض. معنا اتصال تليفوني. مساء الخير يا استاذه تريز عادل. مدام تريز عادل، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي. اتفضلي يا فندم قولي سؤال حضرتك. حقيقه انا عرفت ان الدكتور محمد يسري هيكون النهارده على القناه معاكم، فقلت لازم اتصل. يعني صراحه الدكتور محمد يسري عندي تجربه معاه، يعني تجربه فريده. عندي والدي عادل شاكر صراحه من شهرين كنا جايين للدكتور دكتور محمد يسري، فصراحه عملنا عمليه للوالد، وال يعني الدقه بتاعت شغله ومتابعته للمريض ما شاء الله الحمد لله بامانه. يعني الدكتور محمد يسري احنا كنا مبسوطين جدا معاه، والوالد كان مرتاح جدا لطريقه العلاج بتاعته ومتابعته حتى والمعامله بتاعته للمرضى والدقه وكل التيم اللي معاه بالمناسبه. يعني انا احب اشكره جدا. واول ما عرفت انه هيكون على الهواء معاكي كنت يعني عاوزه صراحه اتصل واتكلم معاه واشكره. شكرا يا دكتور محمد. شكرا يا مدام تريز، والف سلام على صحه الوالد ان شاء الله. اشكرك جدا يا فندم، والف حمد لله على سلامه صحه الوالد، وميرسي لاتصال حضرتك يا مدام تريز. نرجع لموضوع الحلقه، عايزين نتكلم يعني ايه قرنيه مخروطيه. بص بقى، قرنيه مخروطيه دي بقى ده اللي هو شغلنا كله الجديد، او القرنيه او دكاتره القرنيه في العالم كله دلوقتي شغلنا كله على القرنيه المخروطيه. اوكي، بل احنا في امريكا، وانا في امريكا في باسكوم بالمر كان في استخدمنا الذكاء الصناعي علشان نقدر نشخص حالات القرنيه المخروطيه قبل ما تبقى تديني علامات واضحه على التصوير او البنتاكام بتاعنا في المراحل المتقدمه. والحمد لله اتنشر في كذا مجله، ويعني واخدين عليه سيرتيفيكت بكلامنا ده. القصه ببساطه جدا، العين زي كره القدم. تمام، القرنيه المخروطيه عامله زي كره القدم الامريكيه، اللي هي المفلطحه دي، مفلطحه من الجوانب. طيب ده بيحصل ايه؟ ده بيعمل لي حاجتين. احنا عارفين الدايره ليها سنتر واحد. فيزياء عادي جدا، الدايره ليها سنتر واحد. بينما الجسم اللي هو بنسميه المخروطي ده او السلندر ده ليه تو سنترز. هو ببساطه ده اللي حصل، ان العين دلوقتي بيبقى فيها استجماتيزم غير منتظم الشكل، وبالتالي بيخلي الرؤيه سيئه بتاعه المريض. صح برضو هي جريدز، صح هي برضو مراحل، ولكن في النهايه كلها انا مجرد شخص قناه مخروطيه فورا اتعامل. طب في الحاله دي حضرتك بتلجا ان انت تعمل ترقيع للقرنيه؟ طيب هو احنا عايزين نوصل لحاجه مهمه جدا. اولا في تعريف خاطئ، او سوري مش تعريف خاطئ، هو كان تعريف قديم للقرنيه المخروطيه، وده خلاص اتنسف. ديزيز اوف بيوبرتي، يعني ده المرض بتاع البلوغ. يعني انا ما انتظرش طفل عنده قرنيه مخروطيه. انا ما انتظرش واحد عنده 9 سنين بقرنيه مخروطيه، كان ده غلط. النهارده 7 سنين و8 سنين و9 سنين في قرنيه مخروطيه. تمام. سن 40 سنه
كان بنقول ده السن الناتشرال لينكج، او ان الخلايا بتاعه القرنيه عملت الاندماج، وبالتالي مفيش حتى لو عندي قرنيه مخروطيه مش هيحصل تقدم في الحاله. برضو غلط. خلاص احنا النهارده انا لسه عامل عيان 55 سنه عملت له تثبيت قرنيه لانه كان القرنيه بتاعته ستيل بروجريسنج، خلاص الايج خلاص ايكوال زيرو في القرنيه المخروطيه. بالظبط. طب عايزين نتكلم على عده امراض في العيد، زي مثلا بنتكلم يعني ايه امراض الشبكيه والجسم الزجاجي والميه البيضاء والميه الزرقاء. تمام. يعني عايزين نتكلم عن كل حاجه كده. طيب احنا طبعا هناخدهم بالاهميه، احنا خلاص الميه البيضاء تقريبا اتكلمنا عليها. هي عباره عن عتامه في عدسه العين بتبقى مع السن غالبا، بعض الامراض بتسببها وبعض الادويه بتسببها وبعض التروما او الخبطات بتسببها، فعشان كده ولكن في التوتال بنعالجهم كلهم بازاله هذه الميه بالموجات فوق الصوتيه ونحط العدسه اللي هي جيده للرؤيه بتاعتنا. وانواع العدسات ده يعني موضوع كبير قوي نبقى نتكلم فيه. طيب نيجي للحاجه الثانيه الخطيره جدا والناس فاهمها غلط. كلمه ميه زرقاء هي مش ميه، زي ما مش ميه بيضاء هي مش ميه زرقاء، دي الاسامي القديمه ودي الترجمه بتاعتها. اوكي. الميه الزرقاء الحقيقه انا مسميها القاتل الصامت. القاتل الصامت. لانها هي بتخش على العين تقتلها وممكن العيان مش عارف. واللي بتاخده ما بيرجعش. عصب العين اللي بيخسره في ضغط العين المرتفع، ما هي الميه الزرقاء يعني جلوكوما، ضغط ارتفاع ضغط العين او الميه الزرقاء. ده لما بيضغط العصب بيموت، بيفقد جزء من خلاياه، الجزء اللي بيفقده خلاص ما بيرجعش. انا وظيفتي كطبيب احاول واساعد ان احافظ على الباقي. تمام. طب هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع تاني نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقتنا وكل ما يخص النظر وجراحات العيون مع الدكتور محمد يسري المنياوي استشاري طب وجراحة العيون مركز الطب العالمي، استاذ مساعد الأكاديمية الطبية العسكرية، دكتوراه طب وجراحة العيون والليزر جامعة القاهرة، عضو الجمعية الرمادية المصرية، عضو الأكاديمية الأمريكية للعيون والليزر، حاصل على وسام الطبيب المثالي من نقابة الأطباء المصرية عام 2003.
بجدد ترحابي بحضرتك واهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه. شكرا لذوقك. قبل ما نكمل سؤالنا على امراض العين، احنا عندنا برنامج طبيب مصر وكان سبق ونويت مشاهدينا الكرام عن مبادره، مبادره احنا بنقوم بيها هي مبادره طبيب مصر. خدمة أرقى وتكلفة أقل، وحضرتك كنت من أوائل الأطباء اللي أشرت علينا فعليا من كرم حضرتك وثقتنا الغالية فيك أن حضرتك تكون موجود معانا في المبادرة طبعا وتقدم لنا واجب الدعم. كل ده واجب علينا كلنا، كلنا الشعب المصري معروف بالتكاتف والتعاطف، احنا بنحاول نرد شيء من الجميل لأهالينا ولإخواتنا في محافظات مصر المختلفة، ويعني ده أقل حاجة نعملها. وشكرا جدا للبرنامج أنه ساعدنا أن احنا نعمل حاجة كويسة للناس كلها. شكرا لحضرتك أن حضرتك قدمت لنا خصومات كبيرة جدا ورائعة جدا. لا لا يا فندم ازاي، العفو طبعا. يعني أطلب من حضرتك تقول لمشاهدينا الكرام حضرتك هتكون موجود معنا في المبادرة ازاي. احنا ان شاء الله بالنسبة للفحص في العيادة والجزء الكلينيكي بتاعنا هنعمل خصم 25% للناس اهالينا اللي جايين عن طريق البرنامج، وبالنسبة للعمليات بجميع انواعها هنعمل خصم 10% من قيمة العمليات ان شاء الله. اشكرك جدا يا دكتور واشكر كرم اخلاق حضرتك. ميرسي فندم. ان شاء الله انتظرونا الحلقة الجاية هنتكلم على كل التفاصيل وازاي نقدر ان احنا نحجز عن طريق البيج الرسمية لبرنامج طبيب مصر على الفيسبوك. هيقدر المريض ان هو ياخد رقم ويتواصل مع التخصص والاطباء اللي موجودين معانا في مبادرة طبيب مصر، خدمة ارقى وسعر اقل. بجد ترحبي بحضرتك وبشكرك جدا يا دكتور. كنا قبل الفاصل اتكلمنا على الامراض اللي بتصيب العين وعايزين نتكلم عن الجسم الزجاجي. تمام. هو احنا يعني في جزئيه بس كنت عايز اكملها، احنا وقفنا عند الميه الزرقاء او الجلوكوما لانها حاجه مهمه جدا. نصيحه بنصحها لكل اخواتي واهلنا و و و ما دام وصلت سن ال 40 لو سمحت لازم تتابع مع دكتور العيون بتاعك بصفة مستمرة ولو مرة في السنة من غير ما يكون عندك شكوى خالص، من غير ما يكون عندك أي حاجة، عشان لازم نطمن على ضغط العين بتاعك. عشان زي ما اتفقنا أن ضغط العين هو بيزيد جدا في المرحلة العمرية دي، ولو لا قدر الله ضغط العين زي ما قلنا موجود وما تمش المعالجة بتاعته للأسف هو النهاردة بيسبب فقدان للبصر. فدي حاجة سهل جدا احنا نشخصها، سهل جدا نتعامل معها، والمطلوب بس مجرد اهتمام ان انا اقيس ضغط العين علشان خاطر اطمن دايما ان الدنيا ماشيه كويس. بالنسبه للشبكيه والجسم الزجاجي هنتكلم ان الاثنين يعتبروا جزء متكامل مع بعض. هي عباره عن ايه؟ زي ما اتفقين الكوره بتاعت العين، انا دايما بجيب الماكيت بتاعي بس للاسف ما جبتوش، كنت مسميه كوره البعبع، عارفه كوره البعبع بتاع محمد هنيدي بتاع مانستر الكامبري، هو كان زيه بالظبط كده. الجزء الامامي بتاعي اللي هو القرنيه والقزحيه والعدسه العين، والجزء الخلفي خالص اللي هو فيه الشبكيه وراه العصب البصري. تمام. الجزء الفراغ اللي في النص ما بين القرنيه والشبكيه قدام ورا دي مش فراغ، ده في جسم زجاجي. معلش يا دكتور المداخلات كتير جدا. مدام انجي السحار، مساء الخير يا مدام انجي. مساء النور. حفيدة الكاتب عبد الحميد جودة. جودة السحار، اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه انجي. اهلا بيك، نورتينا يا فندم بمداخله حضرتك. اتفضلي حضرتك قولي سؤالك يا فندم. كنت عايزه اسال دكتور محمد على حاجه انا متابعاه بقالي فتره. اتفضلي. انا كنت قريت كتير على العمليات الجديده الخاصه بتصحيح الابصار زي العدسه اللي هي تركيب عدسه، وزي السوبراكور، وفي كمان الفيمتو ليزك. فانا بس عايزه اعرف ايه الافضل لو انا بلس 40، ايه اللي ممكن يكون افضل ليا فيهم؟ تمام تمام، بشكرك جدا يا استاذه انجي. ايه الافضل فوق طيب. الاربعين؟ احنا هي مدام انجي قالت اسم عمليه في النص كده للاسف هو في عليها زي ما اتفقنا في اعلان ملوش دعوه بالاعلام بالظبط. العمليه دي ليس لها وجود في الطب اصلا، السوبرا كور ليزك مش موجوده اصلا في الطب، وللاسف بيتعمل عليها دعايه كتيره جدا. هي مش موجوده، يعني احنا حتى في المؤتمرات بنقعد نضحك اخبار السوبرا كور معاك ايه، ما نعرفش ليها اصلا. يعني مش موجوده، يعني مش موجوده تماما يعني خالص. طيب الفيمتو ليزك والعدسه، زرع العدسه. زرع العدسه تمام. احنا اتفقنا
ان احنا ما دام ما فيش ميه بيضاء، هي مدام انجي بتتكلم بلس 40، ما دام ما فيش عدسه العين ما فيهاش مشكله، شفافه تماما، الامور كويسه، اوكي نعمل تصحيح ابصار، ساعتها ممكن نفكر نعمل ليزك فيمتو ليزك بناء على سمك القرنيه، بناء على مقاس الابصار نبتدي نتكلم. يبقى التشخيص السليم هو اللي هيخلص معايا القصه دي. انما لو كان في عتامه لا هبتدي ادخل على عدسه العين على طول. طب دكتور عشان وقت حلقتنا بيخلص مننا تمام. وانا فعلا محتاجه اجابات على كتير من اسئله موجوده عندي. عايزين نتكلم عن الالتهابات الفيروسيه اللي بتصيبنا في مواسم معينه، ازاي نقدر الطرق الوقايه ولو اتصابنا ايه اللي نقدر نعمله؟ طيب احنا دلوقتي في فصل الشتاء، وفصل الشتاء مشهور جدا بادوار البرد، والمناعه بتقل شويه مع ادوار البرد خصوصا في الاطفال وكبار السن او الناس اللي عندهم امراض تتداعى معاها المناعه بتبقى قليله. الفيروس للاسف هو بيبقى موجود جوه جسمك كامل، بنتصاب بيه في مرحله ما من العمر. الفيروس ليس له علاج بمعنى ايراديكيشن، يعني مش بيختفي من الجسم، ولكن بيفضل كامل في جسمك، مع اول فرصه المناعه تقل فورا بينشط ويبتدي يؤدي الوظيفه بتاعته. طيب نمره واحد، ما ناخدش اي حاجه سلايتلي، يعني ما ينفعش اي حد عينه احمرت اروح جاري بيه على الصيدليه اخد دواء، وبقول لاخواتنا الصيادله ارجوكم ما تدوش ادويه، ادويه العيون خطر جدا جدا جدا، انك ممكن تدي يكون دلتا اف فيروسي في اوله بتديله حاجه عشان تضيع الاحمرار للاسف تؤدي لنشاط الفيروس تضيع لي القرنيه بتاعت العين. احنا احمرار العين كدكاتره عيون ما بيضايقناش، بالعكس ده بيساعدني في العلاج. فلو سمحتوا اي حاله بالذات في الاطفال او الناس اللي عندهم مشاكل في امراض المناعه للسن او ما شابه، بعد اذنك ما تتعاملش معها بلطف، ولكن نبقى محتاجين نفحصها كويس قوي، وبعد ما نطمن ناخد القرارات بتاعتنا. طب دكتور عايزين نتكلم على جفاف العين، هو جفاف العين ليه انواع؟ طبعا جفاف العين ده فيه انواع كتيره جدا، ولكن نختصر بيتكلم في جفاف. احنا برضو هنرجع تاني المرحله العمريه، المرحله العمريه زي بيجي فتره من الفترات ممكن في سيزن معين تلاقي الجلد بتاع حضرتك مش كما ينبغي او فقد الليونه بتاعته، هي نفس الفكره مع العمر بيبقى نفس الحكايه. فده بنسميه جفاف حميد، ولكن الحقيقه بيبقى فيه ناس بعض الناس في امراض بتبقى امراض بنسميها كولاجين ديزيز او الامراض الانسجه المخاطيه بتاعه الجسم، ودي للاسف بتبقى الادوار الاصعب، ودي بنديها بناخد فيها انواع اكتر. في امراض تانية بتبقى امراض شديده التخصصيه وبتاخد معاها العين كمان، زي الامراض بنسميها المتلازمات، ودي ساعتها بنضطر العين بتبقى مضره جدا بالجفاف، ودي بنعمل عليها. واحنا كان في بحث من الابحاث اللي احنا نشرينها بره برضو، احنا عملنا اشتغلنا كتير قوي على الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي، عملنا على الجفاف الجفاف العين، عملنا عليه بيبر والحمد لله اتنشر. طب انا دكتور دلوقتي وقت فقرتي بيخلص، وفعلا انا عندي اسئله كتير، فتوعدني حضرتك ان تكون معانا في الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، شرف ليا. في روشته سريعه يا دكتور، عايزه من حضرتك كيفيه الحفاظ على نظرنا، ولو عملنا العمليه ازاي نحافظ عليها بعد كده. تمام، انا اهم حاجه عندي في العيون، العين هي مفتاح الجسم، العين هي باب الجمال. تمام، عشان نحافظ على ده لو سمحت ارجع للطبيعه، ايه الطبيعه بتاعتك؟ نام كويس، كل تغذيه متوازنه، اشرب ميه كتير، عملت الثلاث حاجات دول العين بتاعتك ان شاء الله في امان. لو عندك مشكله في الابصار لازم فورا ناخد الطريقه الامثل، يا اما بالنضاره او بنفكر بالعمليه. والف سلام عليكم ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا دكتور، وكنت سعيده بلقائي مع حضرتك النهارده. شكرا ميرسي، شكرا. في نهايه فقرتنا بشكر الاستاذ الدكتور محمد يسري المنياوي استشاري طب وجراحه العيون مركز الطب العالمي، استاذ مساعد الاكاديميه الطبيه العسكريه، دكتوراه طب وجراحه العيون والليزر جامعه القاهره. شرفتنا ونورتنا. شكرا يا فندم، شكرا ليك يا فندم. بعد الفاصل دكتور محمود سعد مدرس واستشاري طب الحالات الحرجة والقلب والباطنة، ننتظرونا بعد الفاصل، رجع لكم مشاهدينا الكرام.
انسداد الشرايين التاجيه بيتم علاجها عن طريق القسطره، لكن في بعض الحالات القسطره بتبقى مش يا اما خطورتها عاليه جدا ان هي التعامل مع الانسداد ده، خاصه الانسداد اللي في الجذع الرئيسي او الانسدادات المتعدده في الشرايين، يعني في كذا مكان مريض بيحتاج اكتر من 3 او 4 دعامات، او ان يكون السبب ده متكلس جدا جدا جدا، او يكون انسداد مزمن من فتره كبيره. فطبعا القسطره العلاجيه في مثل هذه الحالات بتحمل خطوره اعلى من الحالات العاديه. ده بيتم معرفتها ازاي؟ مش هنقدر نعرفها غير لما نعمل قسطره تشخيصيه الاول ونحدد مدى صعوبه ومدى خطوره الضيق او السدد في الشريان التاجي اللي موجود. في ادوات واجهزه مخصصه وتحتاج الى خبره معينه للتعامل مع مثل هذه الحالات، لكن ما زالت ان هي بتحمل خطوره عاليه برضو للمريض. في الحالات اللي زي كده بنتكلم مع المريض ونشوف ايه الفوائد وايه المخاطر اللي من خلال القسطره هتكون موجوده، ولو لقينا ان الخطوره اعلى فبيتم استشاره جراحه القلب لاجراء عمليه زرع شرايين، اللي بتكون في معظم الحالات اكثر امانا للمريض في مثل هذه الحالات. طبعا ده مش هنقدر نعرفه غير لما نعمل قسطره تشخيصيه ونحدد الخطوره بتاعه السدد اللي موجود في الشرايين التاجيه، لكن في معظم الحالات بيتم العلاج عن طريق القسطره التداخليه بالدعامات. رجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام مع فقرتنا التانية مع دكتور محمود سعد، مدرس واستشاري طب الحالات الحرجة والقلب والباطنة والعناية المركزة بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، مدرس طب الحالات الحرجة للقلب والباطنة كلية الطب العسكرية، استشاري القسطرة التداخلية للشرايين التاجية، استشاري فيسيولوجية القلب، استشاري منظمات القلب الدائمة، استشاري الموجات الصوتية للقلب الإيكو، استشاري كهربية القلب ومنظمات القلب الدائمة بمستشفيات السلام الدولي وادي النيل مستشفى ويلكر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. ما شاء الله كميه تايتلز رائعه وكبيره، شرفتنا ونورتنا برنامج طبيب مصر. شرف ليا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم. اهلا بيكم. في البدايه عايزين نتكلم عن امراض القلب، ايه الحاجات اللي نقدر نقول ده في مشاكل في القلب؟ امراض القلب من اكتر الامراض اللي بتسبب لا قدر الله طبعا بعيد عن السامعين الوفاه، وده على مستوى العالم كله. والمشكلة ان هي بيتداخل فيها عوامل كتيرة جدا، الاكل الغير صحي، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، سكر الدم، كلها بتعود على القلب وكفاءة القلب وشرايين القلب. فلو لقينا معظم الامراض بيتداخل فيها القلب بصورة كبيرة جدا، والاعراض بتاعته مجرد نهجان مع المجهود، نغزات والام بالصدر، حاجات كلها ممكن اي مريض يحس بيها ويعديها على اساس ان هي حاجه عاديه بتحصل له يعني.
لكن هي بس بيبقى مؤشرات ان دي حاجه خطر. بالظبط، لكن بيبقى في مؤشرات ان في مشكله في القلب تستدعي الفحوصات اللازمه علشان نقدر من خلالها نشخص اذا كان في مشكله في القلب ولا دي مجرد اعراض عابره نتيجه اي مرض تاني ولا لا. طب عايزين نتكلم يا دكتور عن الاستثناءات الخلقيه اللي هي العيوب الخلقية. وانا ما بحبش اطلق عليها الاسم ده. لا هي بالظبط انا مع حضرتك في هي استثناءات، نقدر نقول ان هي استثناءات. ايه هي اعراضها وخطورتها وازاي طرق العلاج؟ معظم الاستثناءات الخلقية اللي بتبقى في القلب دي معظمها بتبقى في مراحل الاولى من العمر، في الشهور الاولى، بل بعض الحالات بنقدر ان احنا دلوقتي نشخصها وهو جنين لسه في بطن الام. والاعراض دي بتظهر اول ما في بعضها بيظهر اول مع الولاده، وفي بعضها بيظهر مع تقدم العمر في المراحل العمريه الاولى. اشهر الاعراض بتبقى اللي هي في الشهور الاولى الزرقاء، زرقان في الوجه، اللي هو الطفل يزرق. الطفل يزرق خاصه مع الرضاعه او مع الـ مع الـ مع العياط او مع مجهود او مع لعب، ممكن يبدا يزرق بصوره مبالغ فيها اكتر من الصوره الطبيعيه. ما بيقدرش يرضع كويس، ما بيتاخر في النمو شويه عن اقرانه في نفس السن. من هنا بنشك ان ممكن يبقى فيه استثناءات خلقيه في القلب، وبالتالي سهل جدا جدا تشخيصها عن طريق الموجات الصوتيه على القلب. بمجرد ما بنعمل موجات صوتيه على القلب بنقدر نشخص ان في مشكله في القلب في تكوينه، وبالتالي في معظم الحالات الموجات الصوتيه بتبقى كافيه للتشخيص. في حالات تانية بتستدعي فحوصات أخرى تكميلية علشان نقدر نشخص العيوب دي. وطرق العلاج بتكون إيه يا دكتور؟ في بعض الحالات بيتم العلاج فيها بالمتابعة، زي لو في ثقب صغير بين جدار البطين بيتم متابعته على مدار تطور عمر الطفل. وبعض الحالات التانية بتحتاج تدخل، التدخل ده بيبقى عن طريق يا إما القسطرة يا إما عن طريق إجراء جراحة. في الحاجات الاستثناءات البسيطة المباشرة معظم الحالات بيتم علاجها عن طريق الأسطرة، سواء غلق ثقب، غلق وصلة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي. لكن في بعض الحالات طبعا المعقدة ما بيتمش إصلاحها عن طريق الأسطرة، ولابد ليها من إجراء عمليات جراحية لإصلاح الاستثناء أو المشكلة اللي حاصلة في القلب دي. طب ايه الفرق يا دكتور ما بين القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية؟ القسطرة التشخيصية هي الإجراء الأولي. يعني أي مريض بنبقى شاكين إن عنده قصور أو تضايق في الشرايين التاجية للقلب عنده لازم تشخيص. فالتشخيص هيتم عن طريق قسطرة تشخيصية، احنا بنسميها الاسم الدارج ليها القسطرة التشخيصية، أو عن طريق الأشعة المقطعية على الشرايين التاجية. الإجراء ده تشخيصي، بدخل من عن طريق شريان الفخذ أو شريان الذراع، وادخل بادوات معينه اصور شرايين القلب دي، اصورها اشوف هل في ضيق فيها والضيق ده نسبته قد ايه. بس دي لحد هنا يبقى دي قسطره تشخيصيه. يعني دي اسمها قسطره التاجيه القلب التشخيصيه. التشخيصيه. القسطره العلاجيه بقى لو انا لقيت تضايق اكتر من 70% بيأثر على الترويه او بيأثر على عضله القلب، فبتدخل عن طريق ان انا اعمل توسيع للتضايق ده واركب فيه دعامه عشان احافظ على سريان الدم جوه الشريان ده. فدي القسطره التشخيصيه ودي العلاجيه او التداخليه. طب ايه يا دكتور يعني ايه منظمات القلب الدائمه وامتى بلجا لها؟ القلب في سبحان الله البديع في نظام الكهربي لإنشاء نبضات القلب اللي احنا كلنا عارفينها دي. النظام ده بيولد نبضات كهربية القلب وتنتشر في القلب كله عن طريق مسارات محددة بتخلي القلب ينبض بانتظام ثابت وبيتغير على حسب احتياج الجسم لضخ الدم. لو عملنا مجهود بيبدأ ضربات القلب دي أو النبضات دي تزيد علشان القلب يضخ دم أكتر علشان الجسم يقدر يتعامل مع الموقف اللي هو فيه. لما بنبقى مرتاحين او نايمين النبضات دي بتقل، بيوفر الطاقه للقلب دي. المسارات دي مسارات محدده، نقطه اسمها العقده الاذينيه بتنشا منها النبضات دي، بعد كده بتنتشر للاذينين ثم تتجمع تاني في نقطه تانيه بين الاذين والبطين،
ومن ثم تنتشر للأذين الأيسر والأذين الأيمن. في بعض الحالات بيحصل انقطاع في التوصيل ده ما بين الأذين والبطين، العقدة اللي ما بين الأذين والبطين بتفشل نتيجة بقى أسباب كتيرة جدا، فهنا كل النبضات ما بتوصلش فبيحصل انقطاع في الضفيرة الكهربية. دور منظمات القلب إن احنا بنعمل ما يشبه هذا النظام، بطارية صغيرة وأسلاك بتتركب ببنج موضعي تحت الجلد، تقوم هي بالدور ده تنشئ النبضات وتوصلها للأذين والبطين. طب دكتور، هل في شروط معينة للنجاح؟ يعني نسبة نجاح التركيب المنظم دي نسبة عالية جدا. يعني لأن هي الحمد لله يعني احنا في مصر من أوائل الأماكن اللي اشتغلت في القصة دي، ففي خبرات متراكمة كبيرة جدا في تركيب المنظمات دي، فنسبة النجاح عالية جدا جدا في الحالات دي. طب وجهاز صدمات الكهربائية للقلب؟ زي ما في تباطؤ في ضربات القلب، تباطؤ شديد وانقطاع في الضفائر الكهربائية للقلب، فبنحتاج منظم يوصل النبضات دي، في على النقيض تماما تسارع شديد في ضربات القلب. التسارع الشديد في ضربات القلب ده ما بيديش وقت للقلب ان هو يضخ دم، فبالتالي ضخ الدم تقريبا بيتوقف او بيقل جدا جدا جدا، وده بيهدد حياة المريض. جهاز الصدمات بقى فايدته ان هو يراقب النبضات بتاعه القلب دي، لو الضربات دي زادت عن الحد اللي هو منضبط عليه بيبدا يدي صدمه كهربائيه داخليه ما بيشعرش بيها المريض او بيشعر بيها بلسعه خفيفه. الصدمه الكهربائيه دي بتوقف كل الضربات المتسارعه دي وكل البؤر اللي بتطلع ضربات عاليه، ويرجع انتظام القلب تاني، يرجع للمسارات الطبيعيه من العقدة الأذينية ويمشي في مساراته الطبيعية تاني. الفكرة في جهاز صدمات القلب ده ان الجهاز ده بينقذ حياة، لان بينقذ حياة طبعا. يعني ده من يعني ده زيه زي جهاز الصدمة القلب اللي بيعمل على انعاش القلب. جهاز الصدمة ده اللي بيعمل على انعاش القلب ده بيحتاج وقت ان المريض يتنقل من المكان اللي هو فيه للطوارئ في المستشفى بسرعة، او ان الاسعاف يوصل له البيت ومعاه الجهاز بتاعه. الوقت ده جهاز الصدمات الداخلي ده في ثانيه بيقدر ان هو يحدد ان في مشكله في القلب، ويقدر ان هو يوصل الصدمه في نفس الثانيه اللي بتحصل فيها. والاجهزه دي موجوده في مصر؟ الاجهزه دي موجوده في مصر ومتوفره بحضرتك بتستخدمها؟ بشكل يومي يعني. طب موجوده في دراسه لحضرتك وهي دراسه كهروفسيولوجيه القلب، امتى بنلجا ليها يا دكتور؟ لما المريض بيشتكي من اعراض يشتبه فيها ان هي تخص اضطراب في ضربات القلب. فانا مش قادر احدد نوع الاضطراب، لان سواء ضربات القلب البطيئه او ضربات القلب السريعه ليها اسباب كتير وانواع كتيره جدا. انا ما اقدرش احدد الاعراض الاسباب والانواع من سؤال المريض او من شكوى المريض، فبضطر ان انا الجا للدراسه دي. الدراسة دي بندخل عن طريق أوردة وشرايين الرجل، وندخل جوه القلب ونعمل زي مابين كده أو رسم خريطة لكهربية القلب بأسلاك بتقدر إن هي تحدد البؤر وتحدد مسارات كهربية القلب، واللي من خلالها بقدر إن أنا أعرف إذا كان في بؤرة في القلب وأحدد مكانها بدقة، وبالتالي أقدر إن أنا أعزل البؤرة دي عن كل عضلة القلب عن طريق بقى سواء الكي بالراديو موج الراديو أو الكي بالكرايو اللي هو بالتبريد الشديد او الكي اللي هو ثلاثي الابعاد. في انواع كتيره جدا للكي، فايدتها ان انا اعزل البؤره دي. فالدراسه دي بقدر من خلالها احدد البؤر اذا كانت موجوده، او لو كان في مسار غير طبيعي اقدر احدده واعزله عن باقي القلب ما يسببش تسارع في ضربات القلب. بنسمع كتير قوي يا دكتور عن حاجه اسمها ضعف عضله القلب. ممكن حضرتك تكلمنا عن الاعراض وطرق العلاج؟ عضلة القلب عبارة عن مضخة للدم المحمل بالأكسجين، تقدر أنها تستقبل الدم الغير محمل بالأكسجين من الأوردة وتضخه للرئة، ويرجع تاني محمل بالأكسجين من الرئة، ثم القلب يضخه تاني لكل الجسم. فالقلب ده عبارة عن مضخة، فليها كفاءة. كفاءة القلب الطبيعية تتراوح من 55 ل 70 ل 75%. اقل من 55 اتقسمت لدرجات، 45 ل 55 ده ضعف بسيط، من 35 ل 45 متوسط، اقل من 35 ده ضعف شديد في عضله القلب.
بنقدر نشخص الضعف ده عن طريق الموجات الصوتيه على القلب اللي هي الايكو. ده الجولد ستاندرد. او لسه كنت هتكلم مع حضرتك عن الاجهزه اللي حضرتك بتستخدمها في العياده. الاجهزه اللي بنستخدمها في العياده، في بعض الاجهزه بتبقى موجوده في العيادات وبعض الاجهزه بتحتاج مستشفى وبتحتاج مراكز اشعه. الاجهزه اللي بتبقى موجوده في العياده عاده الموجات الصوتيه اللي على القلب لازم تكون موجوده، رسم القلب العادي والهولتر اللي هو رسم القلب الممتد اللي بيوصل ل 48 ساعه يسجل ضربات القلب. دي الاجهزه اللي ممكن تبقى موجوده في العياده. نرجع بس لضعف عضله القلب، الاعراض بتبقى نهجان مع المجهود، خاصه لما يكون المريض كان كويس خالص مفيش مشكله، فجاه بيعمل مجهود حتى لو بسيط اللي هو دور سلم بيمشي 50 متر يبدا ينهج مش قادر ياخد نفس بالظبط، ويبدا الجسم يورم خاصه الرجل القدمين يبدا الجسم يورم، والام بالصدر او اختناق احساس بالاختناق. دي الاعراض الاساسيه لضعف عضله القلب. وطرق العلاج يا دكتور بتكون ايه؟ طرق العلاج اهم حاجه في العلاج علاج السبب. لازم نحدد السبب اللي ادى لضعف العضله ده، هل هو ناتج عن قصور في الشرايين التاجيه فاذا العلاج هو اصلاح الشرايين التاجيه دي، هل هو نتيجه عدم انتظام الضغط والسكر فنبدا الاول نعالج الضغط والسكر، ثم علاج الاعراض. لازم المريض نفسه يبقى مرتاح فببدا اعالج الاعراض دي عن طريق مدرات البول. وعلاج ضعف العضله بقى نفسه ده بينقسم الى قسمين، في قسم بالادويه، في ادويه وعقارات دلوقتي اثبتت فعالياتها علميا ان هي بتقدر ان هي تساعد عضله القلب وان هو يرجع الى ما يقرب الطبيعي او انه هي يتحسن بما يتناسب مع المريض. وفي بعض الحالات المخصصه المعينه بتحتاج اجهزه بتحسن عضله القلب، لكن ده في جزء بسيط من المرضى وبيتطلب اشتراطات معينه بنحددها عن طريق الموجات الصوتيه وعن طريق رسم القلب. لو عن طريق الايكو. عن طريق الايكو بالظبط كده. ورسم القلب حضرتك اتكلمت عن الايكو واهميته في تشخيص المرض، ممكن حضرتك تكلمنا عنه؟ جهاز الموجات الصوتيه اللي على القلب الايكو هو اللي هو صديق طبيب القلب، مفيش طبيب قلب من غير جهاز من غير جهاز يعني احنا زمان كانت السماعه وما زالت السماعه موجوده. جهاز الايكو ده بيقدر ان انا بشخص فيه تقريبا 75-80% من امراض القلب، بمجرد ان انا بحط الجهاز على صدر المريض بقدر ان انا اشوف القلب نفسه، اشوف كفاءته، اشوف الحركه بتاعته، الصمامات مشاكلها، في ارتجاع في الصمام، ضيق في الصمام، حركه جدار القلب ده بيديني صوره كبيره جدا عن اذا كان في قصور في الشرايين التاجيه ولا لا. فطبعا جهاز الايكو ده من اهم الاجهزه، يعني مش هلاقي دكتور قلب هيشخص مريض او هيكتب علاج او اي اجراء الا لما يكون المريض معاه عامل موجات صوتيه على القلب. في تحضيرات معينه للمريض قبل اجراء الايكو؟ لا خالص خالص ولا اي تحضيرات خالص، ومنتشر في كل مكان في مصر، ويقدر المريض في اي مركز اشعه عند دكتور القلب في اي مكان وما فيلوش اي اعراض جانبيه. جهاز سونار موجات صوتيه او موجات تلفزيونيه زي ما الناس بتسميها ملوش اي مشاكل خالص ولا اي اعراض ولا اي اشتراطات ولا بيحتاج صيام ولا اي حاجه خالص. سونار زي سونار اللي بنعمله على البطن هو بالظبط سونار بنعمله على القلب، بقدر من خلاله اشخص مشاكل كتيره جدا في القلب وابدا العلاج بتاعها بدري. لو انا ما عملتش الايكو كخطوه اولى ده ممكن ياخر التشخيص وبالتالي ياخر العلاج، عشان عن طريق الايكو انا بكتشف الامراض، انا بشوف بعين القلب وضعه عامل ازاي. لسه مكملين مع حضرتك يا دكتور، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مشاهدينا الكرام ومكملين حلقتنا معاكم. الشرايين التاجية بيتم علاجها عن طريق القسطرة، لكن في بعض الحالات القسطرة بتبقى مش يا اما خطورتها عالية جدا ان هي التعامل مع الانسداد ده، خاصة الانسداد اللي في الجزء الرئيسي او الانسدادات المتعددة في الشرايين، يعني في كذا مكان مريض بيحتاج اكتر من 3 او 4 دعامات، او ان يكون السدد ده متكلس جدا 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 او يكون انسداد مزمن من فترة كبيرة. فطبعا القسطره العلاجيه في مثل هذه الحالات بتحمل خطوره اعلى
من الحالات العادية. ده بيتم معرفتها ازاي؟ مش هنقدر نعرفها غير لما نعمل أصدارات تشخيصية الأول ونحدد مدى صعوبة ومدى خطورة الضيق أو السدد في الشريان التاجي اللي موجود. في أدوات وأجهزة مخصصة وتحتاج إلى خبرة معينة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لكن ما زالت إنها بتحمل خطورة عالية برضو للمريض. في الحالات اللي زي كده بنتكلم مع المريض ونشوف ايه الفوائد وايه المخاطر اللي من خلال القسطرة هتكون موجودة، ولو لقينا ان الخطورة اعلى فبيتم استشارة جراحة القلب لاجراء عملية زرع شرايين اللي بتكون في معظم الحالات اكثر امانا للمريض في مثل هذه الحالات. طبعا ده مش هنقدر نعرفه غير لما نعمل قسطرة تشخيصية ونحدد الخطورة بتاعة السدد اللي موجود في الشرايين التاجية، لكن في معظم الحالات بيتم العلاج عن طريق الأسطرة التداخلية بالدعابات. ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا مع دكتور محمود سعد، مدرس واستشاري طب الحالات الحرجة والقلب والباطن. اهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية يا دكتور. نكمل كلامنا عن القلب وأمراض القلب، بس حابة أتكلم مع حضرتك على الثالوث، الضغط والسكر والكوليسترول. مش بيعملوا ايه للقلب؟ بصي، هو الثلاث امراض دول او الثلاث مشاكل دول هم العدو الاول لصحه القلب. فالضغط، ضغط الدم العالي ده بيعمل يعني جدران الشرايين التاجيه وشرايين القلب عامه جدران مرنه المفروض بتنقبض وتنبسط باريحيه تامه. مع ارتفاع ضغط الدم فبيخلي الضغط ده بينعكس على جدران القلب دي، فبتضطر ان هي تبقى مشدوده طول الوقت اندر تنشن زي ما بنقول. فبيحصل بيسرع عمليه التصلب بتاعه الشرايين دي، تصلب الشرايين، فبتبدا تصلب الشرايين يعني انقباضها وانبساطها ما بيبقاش بالاريحيه العاديه، فبتتصلب الشرايين دي. فلما بتتصلب الجدار الداخلي ليها المفروض ان هو املس، يكون املس تماما عشان يساعد على سرعان الدم. فالجدار ده ما بيبقاش املس فبيبقى خشن. خشن يجي بقى الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثيه المرتفعه وسكر الدم المرتفع على هذه السطح الداخلي للشرايين ويبدا يعمل ترسبات. تمام. الترسبات دي مع الوقت بتضيق اليومن او بتضيق الشريان، وده بينطبق على شرايين القلب، شرايين المخ، شرايين الرجل، الشريان التاجي الاساسي، كل الشرايين اللي في الجسم عامه بتبدا ان هي يحصل فيها المشكله دي، فمش قادر ينبسط وينقبض باريحيه وجداره الداخلي اصبح خشن. اضيف عليه الكوليسترول والسكر وطبعا التدخين، فبيخلي كل الشوائب اللي في الدم وتتراكم على السطح ده، فبيبدا يضيق الشرايين والدم لزوجته بتعلى مع الكوليسترول العالي، فيبدا الدم يتجلط ويعمل انسداد في الشريان في هذه النقطه. طب ضغط الدم يا دكتور، ايه هي مؤشرات ارتفاعه وليه يطلق عليه القاتل الصامت؟ مؤشرات ارتفاع الضغط بتختلف من مريض للتاني. في مرضى بتجيلهم الاعراض في صوره صداع، في مرضى بتجيلهم الاعراض في صوره اوجاع في الجسم، في مرضى بتجيلهم في صوره نهجان مفاجئ عرق، في مرضى ما بيكونش فيه اعراض نهائي، وكل دول مجتمعين اخر حاجه بيفكر فيها المريض هي الضغط. يعني يجيله صداع يفتكر ان هو مش نايم كويس، مجهود فياخد مسكن وخلاص، بينهج يفتكر ان وزنه زايد عمل مجهود زياده وخلاص، فما بي ما بي ما بيكتشفش ان هو الضغط السبب في كل الاعراض دي غير بعد فتره. بيكون الضغط عمل مشاكل على القلب، لان الضغط زي ما قلنا بيأثر على الشرايين نفسها وبينعكس على القلب بصوره ما، بيعمل تضخم في عضله القلب، سمك العضله بيزيد، فبالتالي التغذيه والترويه بتاعه العضله بتقل، حركه القلب نفسه بتتغير، بيبقى عرضه اكتر ان هو يجي له قصور في الشرايين التاجيه. كل ده والمريض مش عارف ومش عشان كده يسمى الصامت، عشان كده بيسمى الصامت. بالظبط كده. قلما نكتشف الضغط في مراحله الاوليه خالص، دايما المرضى بنكتشف الضغط هو عنده وبقاله سنتين ثلاثه مرحله متاخره عنده ضغط،
وهو مش عارف وعمل اضعاف مضاعفات معينه بدات تظهر وبنقدر ان احنا نشوف المضاعفات دي. فطبعا التسميه دي مش من فراغ، لا هي التسميه دي حقيقيه فعلا. عشان كده انا بنصح اي مريض عن شاكك، يعني شاكك صداع غير مفسر، وجع في جسمه غير مفسر، نهجان غير مفسر، مش هتخسر حاجه لما تقيس الضغط. تقيس الضغط المفروض ان ده يبقى روتيني على فكره، روتين. يعني المفروض ان هو يبقى اجراء روتيني بنعمله. لو الضغط مرتفع هنتابع، مش هنقول لك ان انت هتاخد علاج، لان الضغط معلومه لازم نبقى كلنا عارفينها، ان الضغط الدم ده مش رقم ثابت للانسان، لا ده بيتغير مع مجهوده، زي ما ضربات القلب بتتغير برضه ضغط الدم بيتغير. لو عمل مجهود هيعلى شويه، لما يرتاح هيبدا الضغط يرجع تاني لطبيعته، يعني طالع نازل مش رقم ثابت. فاي مريض شاكك في اعراض مش مفسره بحاجه يقيس ضغطه، اول حاجه يعملها يقيس ضغطه ويقيس السكر ويعمل تحليل كوليسترول، حاجات بسيطه جدا وسهله لكن هتجنبنا مشاكل كتيره جدا على المدى على القريب وعلى المدى البعيد. نتكلم يا دكتور عن الجلطه القلبيه. ايه هي اسباب، يعني ايه في الاول جلطه وايه هي اسبابها، وهل ليها مؤشرات او ليها اعراض ابقى انا بلحق ان الانسان اللي قدامي خلاص بيصاب بجلطه؟ دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، الجلطه القلبيه وكمان بتسمى السكته القلبيه، وكمان بتسمى احتشاء عضله القلب، كلها مسميات، والذبحه الصدريه والذبحه الصدريه غير المستقره، كل دي مسميات يعني مهمه جدا جدا ولازم كله يبقى واعي بيها وباعراضها. ليه؟ لان العلاج لو تم والتدخل تم في اول ساعه غير تاني ساعه غير تالت ساعه غير تاني يوم غير تالت يوم، لو العلاج تم في اول ساعه فالمريض ده ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى ولا اكن حصل اي حاجه خالص وبيرجع القلب لطبيعته، بيتلحق يعني، بيتلحق لدرجه ان احنا ما بيبقاش في اي مشكله في القلب نهائي غير لما التدخل بيتاخر، لان في الوقت ده بتكون جزء من عضله القلب حصل له ضرر وحصل له موت. الجلطه دي معناها ايه؟ القلب بيغذيه شرايين بنسميها الشرايين التاجيه، لانها بتحاوط القلب وبتغذي كل جدرانه في سور التاج. في جذع رئيسي بيتفرع لشريانين كبار، ومن ثم كل واحد منهم بيتفرع لمجموعه افرع، وفي شريان اسمه شريان التاج الايمن برضو بينقسم لفرعين في نهايته ومجموعه فروع تانية بتغذي كل نقطه من عضله القلب، بيوصل لها دم فيه اكسجين عن طريق الشريان التاجيه دي. لما بيحصل انسداد في شريان من دول او احد الافرع، فاذا المنطقه اللي هو بيغذيها مش واصل لها دم، اتسد الدم اللي واصل لها، فبتبدا المنطقه دي مش واصل لها دم، فبتبدا الخلايا اللي فيها تموت. تموت الخلايا دي. لو الخلايا دي ماتت للاسف ما بترجعش تاني. دورنا ان احنا نلحق قبل ما الخلايا دي تتاثر وتموت. طب ايه الاعراض؟ العرض المهم والاساسي هو الم بالصدر في منتصف الصدر، كل المريض بيوصفه غير التاني، اللي هو طبقه خانقه، جبل على صدري، حاجه ضغط عليا، مش قادر اخد نفسي للاخر، بيسمع في ظهري، بيسمع في الفك السفلي، بيسمع في الكتف الشمال، كل دي اعراض. اي مريض بيجي له الم بالصدر متكرر خاصه مع المجهود، تمام، لازم ولابد يستبعد ان ما يكونش فيه قصور في الشريان التاجي. وان احنا نستبعد برضو سهل وبسيط، رسم قلب. ممكن نحتاج رسم قلب بالمجهود، يبذل مجهود على تريدميل ونسجل رسم القلب في اللحظات دي. لو حصل فيه تغيرات في رسم القلب فدي بتعكس ان في تغيرات بتحصل على مستوى العضله، معناها ان العضله دي بتعاني، معناها ان مش وصلها دم كفايه. موجات صوتيه على القلب، والمرضى اللي عندهم عوامل خطوره عاليه زي ما قلنا، اللي عنده ضغط الهاي ريسك، اللي عنده الهاي ريسك بالظبط، والكوليسترول مرتفع ومدخن وعنده تاريخ مرضي في العائله، ده لازم يصور شرايين القلب بتاعته عن طريق الاسطره التشخيصيه او عن طريق الاشعه المقطعيه. طب الاسباب ايه يا دكتور؟ يعني ايه هي اسباب الجلطه؟ اسباب الجلطه الاسباب المباشره ان الدم بيتجلط في النقطه دي، فبيمنع مرور الدم لما بعد النقطه اللي حصل فيها توقف الدم. طب الدم ده اتجلط ليه؟ اتجلط لعده عوامل، لزوجه الدم عاليه، الجدار الداخلي الشريان خشن متصلب، ارتفاع في الكوليسترول وارتفاع في الدهون الثلاثيه، ارتفاع ضغط الدم الغير مسيطر عليه، ارتفاع السكر الغير مسيطر عليه، العامل الوراثي، لان في عامل وراثي كبير جدا جدا جدا. يعني انا لو جالي مريض عنده عامل وراثي، يعني الوالد او الاخ او الوالده او العم وهكذا،
ده بيبقى بحطه في كاتيجوري مختلف تماما عن بقيه الريسك الطبيعي العادي اللي معندوش، لان في جينات بتسرع تجلط الدم وفي جينات بتسرع انسداد الشرايين من مريض للتاني. طب عايزين نتكلم يا دكتور عن موضوع طبعا الكانسر او الاورام احنا بنسمع عنها في الفتره الاخيره، هل القلب بيصاب باورام؟ القلب بيصاب باورام لكن بنسبه قليله ومعظمها بيبقى اورام الحمد لله حميده، لكن هي بتاثر على كفاءه القلب بنسميها المكزومه. المكزومه ودي بتبقى طرق العلاج ايه يا دكتور؟ جراحه. مفيش اي تدخل جراحي. لازم جراحه، لكن علاقه القلب بالاورام علاقه وطيده جدا. ليه؟ لان اي ورم في الجسم بياثر على القلب. الورم نفسه وكمان علاج الورم، يعني بعيد عن السامعين كلهم، اي ورم في الجسم بيفرز مواد، المواد دي بتؤثر تاثير مباشر على القلب مباشره، بتضعف عضله القلب. والعلاج الكيماوي في انواع منه بتاثر على عضله القلب، والعلاج الاشعاعي في انواع منه بتاثر على عضله القلب. في اي مريض اورام لازم ولابد ان هو بيتابع القلب بتاعه كل فتره، قبل جلسات الكيماوي، قبل جلسات. بس هي بتبقى بنسبه نادره يعني، ما بتبقاش بنسبه قليله. بنسبه قليله لكن هي مؤثره. مؤثره هي دي النقطه يعني النسبه. حتى اورام القلب نفسها الارقام النسب قليله جدا لكنها مؤثره وخطره، حتى لو هو حميد جوه القلب، لان هي بتبقى جوه تجويف القلب فبتعوق عمله كله. طب حضرتك عايزين نتكلم على المخدرات والمنشطات، هل ليها تأثير سلبي وبتعمل ايه في القلب؟ طبعا طبعا، كل الانواع دي خاصة الانواع اللي هي مش مصرح بيها او مجهولة المصدر بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، اقلها بتعمل جلطة في القلب، والمشكلة ان هي بتعمل جلطة في الشرايين اللي هي الرئيسية، لان هي بتزود لزوجة الدم جدا جدا، خلي الدم اللزوجة بتاعته عالية جدا فبيتجلط بسهولة جدا، فبيتجلط في الشرايين اللي قطرها اكبر، ودي بتبقى الشرايين الرئيسية. كمان بيعلي الضغط، الحاجات دي كلها بتعلي الضغط بصورة كبيرة جدا، فالعاملين دول مع بعض بيعملوا مشاكل لا حصر لها، لا حصر لها صراحة. ممكن يا دكتور ان انا اكتشف في الاجنة وهي في بطن الام ان عندها مشاكل او استثناءات خلقية، وهل ممكن يكون في تدخل سريع والجنين في بطن امه؟ طبعا دي بتتشخص في الـ في الـ في الثلاث شهور الاخيره من الحمل، بيقدروا، بس ده مش تخصصنا او ده تخصص اطباء الاشعه اكتر واطباء قلب الاطفال والاجنه. بيقدروا يشخصوا العيوب الخلقيه للاجنه داخل الرحم عن طريق برضو الموجات الصوتيه، بس تبقى موجات صوتيه متطوره ورباعيه الابعاد، يقدر يحدد اذا كان في عيب خلقي في الجنين ولا لا. وفي بعض الحالات النادره اللي بتحتاج عمليات والجنين جوه البطن، لكن هي برضو متقدمه جدا، معظم الحالات بتبقى بعد الولاده، وفي بعض الحالات بيضطروا ينتظروا الى الشهور الاولى. سؤال اخير في فقرتي لان فعلا الوقت غصبا عني خلص، بس السؤال هيبقى منقسم لشقين. الشق الاول، ايه الاسعافات الاوليه لو انا قدامي شخص تعب، بقه اتعوج، حصل له اي مشكله ما، ايده تقلت، ايه الاسعافات الاوليه اللي انا اقدر اقوم بيها؟ وفي نفس الوقت عايزه روشته من حضرتك للحياه وان احنا نعيش حياتنا بقلب سليم. بصي، الاسعافات الاوليه في القلب معناها ان لازم يتوجه لاقرب طوارئ بسرعه قد ما يقدر، رسم قلب، موجات صوتيه على القلب. دي اهم حاجه. الاعراض اللي حضرتك قلتيها دي اعراض جلطه في المخ، برضو لازم يتوجه للطوارئ ويعمل اشعه مقطعيه على المخ ودكتور مخ وعصبي يشوفه. تمام، دي اهم حاجه بالنسبه للقلب، لان هو جزء كبير جدا من العلاج في القلب هو الوقت. تمام، ان انا الحق بسرعه، نلحق بسرعه. شكرا، انا فعلا بجد بشكرك جدا يا دكتور، وكان نفسي اللقاء يطول، بس حضرتك توعدنا بلقاء تاني ان شاء الله ببرنامجنا. في نهايه فقرتنا وحلقتنا بشكر الدكتور محمود سعد، مدرس واستشاري طب الحالات الحرجه والقلب والباطنه والعنايه المركزه بكليه طب القصر العيني جامعه القاهره، مدرس طب الحالات الحرجه للقلب والباطنه كليه الطب العسكريه، استشاري القسطره التداخليه للشرايين التاجيه. شرفتنا ونورتنا يا دكتور، وفعلا انا
وقتي خلص مش قادره اكمل تايتل حضرتك جدا. شرفتنا ونورتك. بشكركم جدا مشاهدينا الكرام، ويا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. في نهايه الحلقه بقدم الشكر لكل زمايلي في الكنترول وكل العاملين في قناه الصحه والجمال، وبشكر رئيس تحرير البرنامج استاذ مظهر ابو عايد، وبشكر المخرج استاذ محمود عبد اللطيف. بشكركم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا الاسبوع القادم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم طبيب مصر. تحياتي أميرة يحيى، إلى اللقاء.